السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. يا ريت اللي بيشوف قناتي لأول مرة ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبكم. انا النهاردة هعمل لكم كده حل سهل كده وبسيط بمقادير سهلة وبسيطة جدا. تمام، دلوقتي معانا 3 اكياس من البسكويت دوت. ده بسكوت ماري، ممكن اي نوع بسكوت تاني زي ما تحبوا. تمام، وادي ده مارشميلو، ده كيسين، انا استخدمت الكيس ده. تمام، وزي ما انتم شايفين كده دي شوكولاتة خام، ممكن تستبدليها بأي نوع شوكولاتة تانية زي ما تحبي. دلوقتي هنجيب الخلاط بتاعنا كده ونحط فيه البسكوت ونفرمه زي ما انتم شايفين كده. انا هنا حطيت عليه معلقه سكر، لو انتي مش حابه تحطي تمام دي اختياريه مش اجباري. ونص كوبايه سمنه، سمنه هنا عشان تخلي لي البسكوت متماسك لان احنا هندخله في الفرن مع بعض شويه. تمام، هرجع اشغل الكبه بتاعتي تاني وافرمه كده تاني زي ما انتم شايفين. تمام، عشان يتخلط كويس. وهو زي ما انتم شايفين كده نخلص، حطيته اهو في الصينيه، بصوا ده شكله. تمام، هنوزعه كويس في الصينية بتاعتنا وهضغط عليه كده بظهر الكوباية علشان تمام ويبقى متماسك معايا. هضغط عليه كويس كده، هو زي ما انتوا شايفين بقى معايا بالشكل ده. بصوا انا بضغط عليه بالشكل دوت كده، انا بوريكم هنا انا كنت بضغط عليه ازاي. تمام، هندخله الفرن شوية عشان يتحمر كده ويتماسك تاني، يعني حوالي 10 دقايق كده. تمام، في الوقت دوت انا جبت الحلة دي زي ما انتوا شايفين كده على النار وحطيت فيها شوية مية. اول ما هتغلي ههدي النار عليها وهحط، هجيب طبق وهقطع فيه الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها عشان تبقى سهل معايا وهي بتدوب. تمام، ايه، وهجيب حوالي مقدار معلقتين كبار من الزيت عشان تدي الشوكولاته لمعه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى ايه لحد ما تسيح خالص. وادي هنا الصينيه اهي خلاص، بصوا اللون الذهبي الجميل اللي هي خدته دوت، بصوا متماسكه ازاي معايا. تمام، يدوبك بس تاخد لون معاكي. ودي شوكولاتة اهي خلاص انا بقلب فيها عشان تسيح بسرعة. بصوا عاملة ازاي، بصوا فيها اللمعة، بصوا الزيت عامل فيها لمعة. ممكن بدل الزيت يعني انت ممكن تحطي فيها معلقة او نص معلقة سمنة او معلقة سمنة صغيرة او زبدة، قطعة زبدة لو عندك زبدة هتديها لمعة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هي كده خلاص اهي ساحت معايا، هنحطها بقى كده على البسكويت بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها. لو مش عايزة تحطي شوكولاتة كتير براحتك عادي، ممكن تبقى طبقة خفيفة. عايزه اقولك ان الاولاد هيحبوها جدا، انتوا عارفين ان الاطفال بتحب اصلا اغلبيتهم الشوكولاته والمارشميلو، يعني هياكلوها بالهنا والشفا. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، يا ريت لو عجبتكم تدوسوا لايك للفيديو، وسهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت خالص وما كلفتنيش كتير. يعني زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص وزعت الشوكولاته اهو زي ما انتوا شايفين بالتساوي. بعد كده هنحرك كده بس الصينية بتاعتنا شوية علشان الشوكولاتة تبقى مش عاملة شكل يعني من فوق، تبقى متساوية معايا خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى قطع المارشميلو بتاعتي وهبتدي ان انا ارصها طبعا بأي شكل انتي حباه. طبعا انت ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي اي حاجه انت حابه ان انت تحطيها، ممكن تكتفي بشكلها كده، ممكن تحطي جوزة الهند عليها، ممكن تحطي
اللهم صل على النبي. ممكن تحطي سوداني، تطحني كده السوداني طحنة خفيفة، مش قوي، ما يبقاش دايب معاكي، وترشيها على الوش، هيبقى برضو شكله جميل ويديله طعم حلو قوي. انا هرص المارشميلو كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، وبعد كده هرجع تاني ادخله اشغل عليه الشواية عشان المارشميلو بتاعي كده ياخد لون من فوق. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا للتزيين انا جايبة هنا بسكوت لمبادة، ده لو انتي مش حباه تمام براحتك زي ما تحبي، ده للتزيين هحطه كده على الوش. تمام، هنقطعه مع بعض كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، مربعات صغيرة. زي ما انتوا شايفين كده اهو، خلاص انا حطيت الصينية في الفرن عشان تاخد لون من الشواية، زي ما انتوا شايفين لون بسيط كده. انا رصيت اهو البسكوت بتاعي زي ما انتوا شايفين، طبعا هو هيدوب كده شوية، هيسيح، الشوكولاتة بتاعته هتسيح علشان السخونية بتاعت الصينية. تمام، انا طبعا قطعته بسرعه عشان كنت عايزه اوريكم شكله، بس الافضل ان انت تسيبيها شويه لحد ما تبرد وتدخليها في التلاجة تمسك نفسها شويه عشان تبقى متماسكه معاكي ما تتفككش. انا طلعتها وهي مش سايبه خالص، بس الشوكولاته كانت سايحه، فالافضل ان انت تسيبيها لحد ما تتماسك معاكي عشان تقطعيها كويس. بصوا اهي،